أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء
كنت ترابا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.